محمد نجيب عمر بكر صياد سمك. عمري 62 سنة. ما المرسى هذه ما هنها أبدا عن جد. أنا هلقيت في البحر 52 سنة بسرح، وأنا عمري 10 سنين برسل على البحر. هلقيت أنا وضع اللي إحنا عايشين فيه، أنا عندي أسرة مكونة من 15 فرد، منهم أربعة خربانين مع شلل دماغ، هذول الثلاثة هذا عنده شلل من مرض، وهذا نفس الشلل وهذا شلل. ما بنعرفش كنت شايفين قديش تعمل معهم. يعني الوضع حاليا الصيادين من شريط وانت جاي، من يوم السلطة وضع الصياد تعبان، يعني احنا عايشين عيشة قرض. يعني الواحد اللي ما عندوش عيانين بيكم سلف، إيه انا يعني وضع البيئة اللي احنا عايشين فيها حياتنا سيئة جدا. هذول بدهم بلبل، أقل شهر بدهم أقل حاجة بدهم 5-6 مليون بلبل. والأماية هذه صابها قبل 3 سنين، بقى عندي ولد راعى إسرائيل، الحسكة تاعته من 1/12/2012 انحبس الصبو والحسكة الصادرة وما رجعتش لليوم، ما أخذتش أي شيء، حالنا وقف، الوضع تاع البيت سيء. الأموية هذه مع زعل ابنها ومع الحياة اللي هي يعني عايشين فيها قرض وعندها عيانين وقاعدة تموت فيهم، صابها مرض سرطان. حولتها مرتين على مصر وثلاث مرات على الصعيد، صرنا نبيع الغالي برخيص. يعني بتقيم يعني زيادتي يعني صرت دائما ذهب واتمشيها. هلقيت لما خلعت الكلى، خلعت الكلى لما قلت له كله سرطان، وضع سيء. صبرت كمان جرطه قبل 20 جرطه، هالوضع سيء. يعني اذا اربع حاله سيئه ما تتصور. يعني وضع البيت عندي حاله اللي مش طبيعيه. انا بوجه رساله الامه كل الشكر والتقدير لهم، قدموا لي مساعدات بسيطة لكن حسستها كثير، وبتأمل فيهم خير يرفعوا عن الهبل هذا من بنبض من مصروف حياتهم. بس لو يعني يعمل نص الشيء اللي بدهم اياه بس. وبشكر لهم كثير اللي قدموه، اللي هو انه قايل لك عندي كثير، لانه حاسين وبيبعثوا دائما للاولاد حاسين. بشكر لهم كثير الهم لعلمهم لدولتهم، وكل واحد جاي على المؤسسة هاي. واحنا بنشكر لهم كل تشكيل جدا. يعني هم اللي بيساعدوا الاطفال هذول عيانين، مشكورين جدا، بنتامل فيهم الخير ان شاء الله.